سي هيثم، في الموضوع هو أننا نريد أن نعمل مناظرة معك. لا، إحنا ما نقدروش نعمل نكون معك في نفس المكان لأنه مشكلة الأمن. لا 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 لا، أنا ممكن أنسق مع قناة اقرأ ونأتي إلى قبرص، لا أما هذه مناظرة على التلفزيون نجي نقول لك ألو من فضلك وتقطع لي، لا 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 وأنا لا لا، أعطيك أنا وعد، وعد شرف أنه ما نقطع الهاتف، وتقول كل ما تريد تقوله على البرنامج. العزيز أنتم أطلقتم اتهامات عديدة وتكلمتم بفريات علمية كثيرة تطال الإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن من حق المسلمين جميعا أن يتابعوكم. هذا سنراه في المناظرة، سنراه، سيرى العالم أجمع أين توجد تناقضات. أنا كنت أنا أقول مسلم وتركت الإسلام يا أخي، وأبي يا أخي، فقير. أنت شوف، ربما لم تكن مسلما أصلا في يوم من الأيام، أنت شيخ تتبع هيثم، المصالح المادية، ما تقوليش كنت مسلم، أنت ما كنت مسلما. لا، أبي لا زال إمام إلى يومنا هذا، وممكن لا يكون حاجة لي بأبيك عندما كان إمام، هذا ليس مسلم. الإسلام صفة شخصية بكل شخص. أنت كانت عندك أزمة اجتماعية وتطلعت على حياتك الشخصية، اعتدي عليك عندما كنت صغيرا، أنت معقد. تضحك؟ يعني أنت تضحك. صرت طبيب نفسي في لحظة، انقلبت من شيخ إلى طبيب نفسي. لا لا، مش طبيب نفسي، عالج نفسك أولا قبل أن ترتد. لماذا ترتد وتهاجم بلادك المغرب وبلاد المسلمين؟ أنا لا أواجه بلد، أنا تركت الإسلام، وأقول أن الإسلام دين ليس من عند الله، وهذا من حقي، ويكفله لي أي قانون في العالم. لكن لا يكفله الله عز وجل لك، انت مرتد، حكمك تعرفه جيدا، كل قوانين الدنيا تحميك، لكن الاسلام لا يحميك بانك انت مرتد، وهذا هو حكمه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا جزاؤك. يعني أنت لو قابلتني ممكن تقتلني يا شيخ هيثم؟ اقطعك اربا اربا. الان راهي موجه جديده، فهمتني؟ بس قول لي انا باللي بسبب انه لا احد رد عليكم، عندكم الحق فيما أنت قلتموه، لا ترد، فهمتني؟ أنت تريد أن تقتلني، هل هذا رد؟ أنت لا ترد. تجاوزتم الحد في السب الاسلام والمسلمين وسب الانبياء، بل وسببتم حتى عيسى عليه السلام، فهمت عليا؟ آمنا شوف سيدنا شوف. المسيح، وقلنا بصراحة أن محمد ليس نبيا والقرآن ليس كتاب من عند اذا يا الله. اخي العزيز، شوف، هذه قل ما شئت، قل ما شئت، ولكن قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. أنا شوف شوف. عندي عرض واضح لك، هل تحب أن نعمل مناظرة؟ قسما بالله الذي لا اله، وانت مغربي، اصلك مغربي، وابوك تقول انه امام، وانت لم تعالج امراضك النفسيه، لن ترى مني الا الجحيم، فهمتني؟ لانك مرتد، من أرى منك لست من أرى بمسيحي. منك ماذا؟ الا الجحيم،